بعد نتائج اليوم اللي هاخد المباريات كلها تفصيلا يعني، بس هبدأ بمباراة الزمالك وفيوتشر. الزمالك النهارده كان متألق، كان فايق، كان رائع. سيف الجزيري النهارده سجل الهدف الأول في الدقيقة 14، وتعادل مروان محسن في الدقيقة 24. خطأ من غنام في هدف الزمالك، وخطأ من محمد عبد الغني في هدف فيوتشر اللي سجله مروان محسن ببراعة رائعة جدا. جماهير الزمالك اللي امام حضراتكم كانت محتاجة تفرح بصراحة، كان بقالها كتير ما فرحتش. وان كان فيوتشر كان واضح جدا انه داخل المباراة يكسب، مش داخل المباراة حتى يتعادل. فيوتشر من الفرق اللي بتنافس السنة دي على الدوري الممتاز، والفوز النهاردة على فريق من المنافسين الأساسيين والرئيسيين كان هيبقى فوز مهم جدا لفيوتشر. ولكن الكابتن علي ماهر عنده سوء توفيق دائما مع نادي الزمالك. ده هدف الثاني للزمالك اللي سجله بطريقة رائعة جدا متألق النهاردة سيف الدين الجزيري اللي سجل هدفي نادي الزمالك. بالمناسبة في هذه المباراة بطبيعة الحال سيف الجزيري أفضل لاعب في المباراة بهدفي اليوم وهدفي الفوز لنادي الزمالك. الهدف ده كمان هدف رائع جدا من سيف الجزيري.